السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إيهاب جلال، البعض على السوشيال ميديا بيسميه جوارديولا المزاريطة. إيهاب جلال، تشكيل الجهاز الفني مع إيهاب جلال قمة العبس. أولا اختيار إيهاب جلال طبعا قمة العبس، لكن وكمان العقد بتاعه قمة العبس في العبس. إحنا بنهزر يا جماعة والله، مالناش في الكورة، إحنا جايين نزروط الزراويط في المزاريطة، يعني مش جايين نعمل حاجة. المهم بيقول لك محمد شوقي وعصام، ماشي يا سيدي، لكن معاهم أحد الناس المساعدين لإيهاب جلال في نادي أحمد حسام أو محمود فتح الله في منتخب. ما احنا بنهزر، ناس ما شافتش اي حاجه، ناس لسه مبطله اول امبارح، وناس ما لهمش اي خبر. وبعدين الراتب بتاع الكاب، المهم بقى مده العقد بتاعه سنه، يعني ايه؟ يعني هياخد 6 مباريات من التصفيات، عنده 4 مباريات في شهر 6 و2 تقريبا في شهر 9، وهنرجع تاني مباريتين كمان في شهر مارس، وقبل بطوله افريقيا عقد ايهاب جلال هينتهي. قبل بطولة افريقيا عقد ايهاب جلال هينتهي، فده بالذمة مين يقول الكلام ده؟ جاب مدير فني عقده معاه لحد بطولة، طب افريقيا تتأهل والأداء شكله كويس، يجي يفرمك بقى تعمل له عقد جديد، يبقى له طلبات وحقه، ما هو يقدم أداء جيد. طب ما تيجي يا عم بعد أمم افريقيا، قول العقد بتاعه مستمر، ولو ما فصلتش لأمم افريقيا يعتبر العقد لاغي، بدل الهري ده. على ايه لو ما وصلتش او خسرت حط بنود شروط بتاع، لكن خلي البتاع البطوله وفي استقرار قبل البطوله. لو وصلنا بطوله افريقيا مع ايهاب جلال، نقعد معاه ونجدد عقد الثاني قبل بطوله افريقيا بكام شهر، رغم ان احنا مش قابلين ايهاب جلال، لكن منتخب مصر كلنا خلاص انتوا اخترتوا كده يا عم. هي حلو يعني ايهاب جلال حلا كمان جلاليو بيفكروني ب 4 2 4 لما سمير غانم قابل وحيد سيف بيقول عاوزين لعيبه كده وبتاع، له عايز ادرب يا كابتن. قال له حظك وحش يا جلال، كان اسمه جلال، حظك وحش ان الفرق دي عايزه مدرب اجنبي. قال له مش ما انا مش من هنا، انا من طنطا، انا مش من هنا. وبعدين غير اسمه من جلال لجلاليو، ده برضه يسميه بدل ايهاب جلال يسميه ايهاب جلاليو، عادي يبقى مدير فني اجنبي كده حلو بتاع. الناس دي والله بيضحكوا عنه. المهم النهارده كان في ماتشين في دوري الابطال، مباراه ريال مدريد وتشيلسي، عمل ريمونتادا تشيلسي وقدر ريال مدريد في الوقت الشوطين الوقت الاضافي قدر انه يفوز بفارق الاهداف مجموع المباريتين يعني ب5-4 ويتاهل لدور القادم دوري ابطال افريقيا. ايضا في مفاجاه مذهله بيتعادل فيها ريال مع بايرن ميونخ وبيطيح من دور 16، بيطيح بنادي بايرن ميونخ فيا ريال في مفاجاه كبيره يعني. بقى نخش لمباراه نادي الزمالك وفاركو، المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين نادي الزمالك ونادي فاركو. طبعا ما تيجي تبص لمباراة نادي الزمالك ما فيش فيها اي فرص خطرة، ما تقدرش تقول ان كان في فرص خطرة لنادي الزمالك بين الثلاث خشبات، ما تقدرش ان تقول نادي الزمالك وصل كتير لمرمى نادي فاركو وضيع. نادي الزمالك استحواذ سلبي، سيطر على المباراة، تمريرات في خط الضهر في وسط الملعب على الطرفين ونرجع تاني وبتاع، لكن التواجد او الكثافة الهجومية داخل ال 18 لنادي الزمالك ما كانتش كثيرة يعني، او حتى كمان كل الاوفرات اللي اتلعبت، الضربات الثابتة اللي اتلعبت كلها من حظ احمد عبد العزيز مودي او رامي صبري او حتى عبد الله بكري مدافعي نادي فاركو. نادي فاركو كان قافل بشكل جيد التلت الاخير اللي بنلعبه وكان سايب المباراه بالكامل لنادي الزمالك. لو جينا برضو من ضمن الكرات الخطره، كان في كره خطره لاحمد الشريف قطع كوره نتيجه خطا من احمد فتوح، وكان طالع ابو جبل خارج ملعبه عاوز يلعبها لوب يسقطها من فوق ابو جبل، فالكره طلعت خارج الثلاث خشبات. الاداء بقى التحكيمي زي الزفت، الاداء التحكيمي، ما انا اول ما تشوف محمد عادل كده ومباراته للزمالك زيه زي محمود عاشور زيه زي محمد الحنف بتقول بيبقى في احتواء. يعني الاحتواء كان فيه اكتر من مشهد في هذه المباراه. اولا
ما عجبنيش لقطة إن في أول واللعيبة داخلة نادي الزمالك مع لعيبة نادي الزمالك مع محمد عادل بالأحضان وبتاع، وطارق حامد بيتكلمه وأيمن طاهر بيتكلمه بيتكلموا على حدود المباراة، ومحمود علاء وأبو جبل كله بيقف معاه. وأبو جبل اللي كان في مباراة الأهلي والزمالك كان بيقول له أنا معاك، عايز تحسبها لحد فين يعني؟ فالأمور تمام التمام يا عم، نعتبرها ماشي علاقات ودودة، لكن ما ينفعش الكلام ده. أنت حكم، ما أنتش ده بنهزر. وكويس إن المخرج جاب لنا اللقطات ديت من الممر اللي بيطلعنا على الملعب يعني. فالمهم كان في فاولات كتير ما بتتحسبش النادي فاركو، وبيحسب نادي الزمالك زيها تيبيكال. محمود علاء خد انذار، وفي قبل نهايه اللقاء الوادي اداله كوبري ورايح، محمود علاء ما حسبش حتى فاول لنادي فاركو. الحكم محمد عادل ادانا الشوط الثاني 6 دقائق وقت بدل ضايع، ومش عارف ال6 دقائق دول بتوع ايه يعني. ما كانش في ما يستدعي في الشوط الثاني وقت يستحق ان انا احسب 6 دقائق، لكن بما ان الزمالك متعادل 0-0 فهو كان عايز، وانا قلت هيمدها كمان يعني. الغريب كمان ان لعيبه نادي الزمالك ده اللي بنتكلم فيه مفيش اخلاق، مفيش روح رياضيه، مفيش اي حاجه. لاعب نادي فاركو في كوره فاول لنادي الزمالك، اللاعب عبد الله بكري بيحاول يعطل اللعب يمشي شوط الكوره، وده من اختصاص الحكم. لو الحكم شايف ان اللاعب اخطا يديله انذار. امام عاشور اللي عمره ما هيتغير ولا هيتعلم، مش عاوز اقول الاحترام وان الكوره روح رياضيه وان ان الرياضه اخلاق، لا، طلع مسك في اللاعب وزقه، اللاعب وقعه الحمد لله رب العالمين على اللاعب عبد الله بكري. والحكم بدل ما يديله كارت احمر اكتفى بالانذار يعني. لاعب بتاع نادي الزمالك راح يمسك اللاعب بتاع فاركو يعني، علشان كل ده عشان الفريق وكأن فاركو مش من حقه انه يتعادل. فاركو اللي هرس نادي الزمالك في كأس الرابطه باللعيبه برضه معظمهم اللي موجودين هنا، هرسهم كسبهم تقريبا 2-0 ولا 3 يا جماعه حد يفكرنا يعني. لما تتعادل، لا مش من حقك تتعادل معايا، تتعادل معايا يبقى جريمه وخناقه وبتاع. ونفس القصه مع الاخ شيكابالا بعد النهائي. اولا خلال سير المباراه كان بينه وبين انكادا اللاعب رقم 27 جيفرسون انكادا احتكاكات قبل بتاع، راجل بيلعب وانت لازم تعدي، مش هتعدي مني، شغلته مدافع ما تعديش. بما انه معطله ومش مخليه يعدي فزعلان قوي شيكابالا، عمال يشتم الواد طوال الفتره اللي هو نزلها شيكابالا. فبعد نهايه اللقاء شيكابالا راح يتخانق مع الولد. وكمان الحكم زي ما حضراتكم مد الوقت من 6 دقائق ل7 دقائق ونص، دقيقة ونص زيادة في وقت بدل ضايع، أساسا 6 كتير عليه، لكن الاحتواء، لكن الحمد لله رب العالمين مباراة عدت، ونادي الزمالك بيفقد نقطتين في سباق الدوري المصري. قلت لحضراتكم بداية فشل فيريرا، وفي شريرة مش هيكمل مع نادي الزمالك، وخدوها مني أنا قلتها وبقولها وهفضل أعيدها يعني. فيريرا مش هيكمل مع نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك دايما لما يتعادل يخسر تتقلب خناقه، تتقلب مش اول مره. وانا مش عارف النادي ايه يا عم الحاج ده، انا بقى ممكن بخسر ببقى منفعل متنبل، لكن ما اروحش امسك في عايز تلعب لوحدك يسيب لك المباراه، يسيب لك المباراه يعني، انا مش فاهم يعني. خليك تحرز اهداف هي شاطر وانت عيل صغير، ايه تعالى يا حبيبي شيل كوره واروح سايب لك الجون وتشوت، بنلعب هي وروح سقفين وضحكين ونشجع الواد يعني، شجع حماده. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، لكن الاحتواء والتحكيم اللي مفيش فيه اي ريحه الضمير هيفضل مكمل معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.